راح نشوفوا طفلة عوام وعوام وهي ديجيزي راجل. ما هيش رضايتها ولا هي حبة، لا أبدا، لأنها عاشت جحيم، عاشت جحيم كبير في الشارع، وباش تفيتي ما بين قوسين دئاب بشرية كان عليها باش تدير هاك. الآن كبرت وعندها طفل، والقصة المؤلمة تاعها سببها ورث وطمع وحب الدنيا. هادو كامل صنعوا فيكتيما تاع مجتمع ما يواش من المجتمع، مجتمع ما يرحمش. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نشوفوا هانكا واحد اخر يتشابه مع بعض لكا اللي شفتوهم. المراه هذه راح نشوفوها حكايتها فريمون حكايه. المراه هذه عاشت التشرد من الصغر ديالها، ابري لحقت بها حتى وين ولات تحفف شعرها باش تخدم في حانوت باش ما يدناولهاش، ابري وصلت بها وين تبات كوميسارية باش ما يتعداوش عليها، راك تعرف الشارع واش كاين بها. بوليدها راهي تتضارب مع الدنيا هادي فريمون معركة شرسة بالبزاف، وتبقى توجور هي ولية وتبقى ولية وفيكتيمة مجتمع، مجتمع اللي ما يرحمش باسك مشي لا فوت تاعها الى وصل بها الحال هكذا. نخلوكم تتعرفوا عليها وتشوفوا لوكا تاعها. السلام عليكم، قولي لنا كيفاش وصلت الحالة تاعك، منين بدات هي، منين بدات؟ بدات في 2003، حاوزني بابا قال لي لا عندك باين بلي انا باباك ومن نشر عيني، ونصح ما كنتش بنته على كل حال، ما كاش باين يبروفي بلي هو بابا، فهمت؟ هاي منه هو على جال الورد. عندي خوتي زوج واحد اخرين اكس، مازالهم اكس، ماتوا خلاهم اكس على كل حال. ومن بعد بو على كل حال كنت ساكنه في كاتشوما هادية. سمحي لي الاخت، سمحي لي، يعني كنتي كي خابت كل خلال لكم فيه قاع لكم إكس هكذا؟ هما نتماركيت في 2014 وهو مات في فيفري 2015. صح، انتي تماركيتي في 2014 2014 وكالاني زايدة؟ زايدة في 90، في 90 يعني من 90 وروح حتى 2014 وين؟ ناسب مجهولة الهوية. كنت كي يحكموني لابوليس نسيني ونبصم باللي دفنوني في قبر منسي كش ما يصرالي ولا عفسة، فهمتني؟ باسكو ما كاش باين يبروفي بلي أنا من نايا. يعني انت حتى 2014 وين وليتي انسانه موجوده؟ حتى 2014. وعندك خاوتك صار لهم هكا؟ خاوتي واحد زايد في 88 وعندي اختي زايده في 89، ثاني كبار عليا مجهولين الناس وراهم هكا حاصلين. دوكا كي مات بابا في 2015 قالوا لهم ما نقدروش نماركيكم على اسمه هو ميت. صح، دوكا المشكل وراه علاش ما تماركيتوش؟ ترى بزاف قال لك واش هو الانسان عيان شويه في راسه وعندهم يخمو شويه بالروطه، قال لك باش ما تورتونيش دخلونا البراني، فهمتني؟ على بها ما حشي ماركي، على بها ما حشي ماركي هنا في ليطا سيفيل. بو على كل حال كان كي يلحق الدخله تاع هذيك دام كبيره. سمعتيه انت قال هكذا؟ قالها، قال لنا ما تدوش اسمي وتورتوني ودخلوا لي البراني. صح، نعرفوا حتى اوتوماتيكمون كي يزيد ولد، كي يزيد ولد يسجلوه. ما كان عنده معرفه، كان يروح يزيد في برج منايل، كان يروح يزيد في برج منايل، يروح يزيد في برج منايل باش ما يكتبش، باش ما يكتبش. وخرجنا من السبيطار ونورمال عادي، وكان كي لحق دخلت المسيد يقول هاي لاسقساو قولي لهم بلي باباهم كان باتريوت يخاف من الارهاب، فهمتني؟ زعما الناس كيشوفونا ما نروحوش نقراو منه. ومن بعد بلاقل بلاقل كي كبرنا بدينا نفهموا بلي احنا ماناش ماركينا لازم. صح، دقيقه هنا، دقيقه نكوباو. الان راكم سمعتوا شويه من القصه، خلونا دوكا ندوكم تسمعوا القصه تاع المقهوره هذه، تسمعوا حاجات فريمون على بالي بلي حتقيسكم بزاف. تبعونا. هنا راكي، هنا الطبلة تاعك تبيعي؟ نخدم جورني ماشي تاعي على كل حال. ثم تعاوني بها روح. نخدم جورنية. الله يبارك، يعني انسان تاع خير راهو معاونك. هذا قولي له في الغيبيه مستر ابي ويسال عليك. ربي يحفظك. الله يبارك، لا لا تجيبيها بقوتك، تجيبيها بعرقك، ثم بهذه اللي توكلي وليدك. دوكا الاخت خيرنا الريحه في بلاصه مليحه تبارك الله، البحر يقول لك يمد طاقة إيجابية.
واش تقضيتي؟ ابي يا اخو هذا المشكل كامل على خاطرش الورد كان عنده تراب على بها ما ماركاناش ليطا سيفيل، فهمتني؟ يعني نينتيني خاوتك؟ انا ني خاوتي، ومن بعد فينا المومات دفنوه في تراب الدوله، دفنوه في سيدي يحيى، ما دفنوهش مابا في ترابه. هذه كامل على جال الورد. عندي من 2003 وانا برا، حتى 2011 بعد زاد عندي موحه وليدي، ومن بعد كي زاد شغل كنت نبات في خرجه. احكي لي وين كنت تباتي؟ في خرجه في كاتشوما، ومن داك تكون شتا عندي بلاصي سكنت في الشاطو تاع بولوغان، هذا يسكن فيه 6 شهور. هذاك اللي يقول لك المسكون هذاك؟ هذاك اللي قالوا مسكون، وهو ماشي مسكون على كل حال، الحمام ومنايا سكنتي فيه؟ ها سكنت فيه مده 6 شهور، ومن بعدك نحاولوا دروج، جيت لقيت دروج نحاوهم خلاص، فهمت؟ ونريح في الليل، نقول ما كنتش نرقد انا في الليل من 2003 ل 2011، جامي رقدت في الليل. 2003 حتى 2011. حتى 2011 بعد زاد عندي طفل. كي زاد عندي طفل شغل درت في راسي بلي لازم ندير له براكه تاع حطب، ومن بنيت براكه تاع حطب تما في كاتشوما سكنت فيها 3 سنين هذيك البراكه، وبديت نخدم في حانوت تاع الزيت هذوك اللي يبيعوا لافيسا طوموبيلات لاف كلاص وهاك شايف. كنت نبدا 7 تاع الصباح، هاد الساعه جاو لي ولاد حومه قالوا لي البراكه ديالك حرقوها ولا غور، جيت ديبوزيت بلانت في 25 يوم، داوني لا ديفيزيون، صوروني في شاوني، فهمت؟ وتما كنتي بلا كوارط؟ كنت اكزاكت مجهوله الهويه. هاي منهم بعد عطوني ورقه داروا لي فيها شغل محاوله القتل على حرقوا لي البراكه من برا. كي زدتو نتوما كي زدتو ما داروا لكمش كوارط؟ ما كانوش مزوجين اصلا، ما كانوش عايشين فيه زوج وماشي مزوجين، عايشين هكاك. داكور، يعني هذه حاجه كيما نقولوا مملحة يلعبني سيتوني مع ربي. صح. كي زدتو كوارط؟ ما كاش كيف كاين لا كوارطنا لا كوارطهم، سما هكاك. وشحال جاب مولاد؟ 3. سما 3 والمراه، وانتم نتوما والمراه في 5. واحد فيهم ما عنده كوارط، ريان كي بروبلي هذوك والدينا. صح. دوك حبيت نسقسيك على ما داش كوارط ني لزواجو، صح مع زواجو على ما داش كوارط؟ ايوا عاصي الوالدين، فهمتني؟ شغل ما كانش واحد كيما هو، مازال ما تلاقيتش بخوها على كل حال. عاصي الوالدين صح، على خاطرش ضرب يما، فهمتني؟ ضربها على الجنه، قال بدينا نكبروا قالت له الدراري ما تماركيهمش، فهمت؟ هما بيناتهم على كل حال ما يتفاهموش كاع لا فهم. صح. مع المراه ماشي داير كوارط تاع الزواج، عايش معها وجابكم انتوما. صح. انتوما اوتوماتيكمون تقراو، لازم عليكم تقراو وتعليم. شفت لمسي، شفت الكلاس، نهار دخلت وليدي سنه اولى شفت الكلاس كيفاش داير. صح. والتبرير تاعو شنو كيما تقراوش انتوما؟ واش كيفاش كان التبرير مع الناس؟ مع بينو بين روحو يما يقول لها بلي تما ما نماركيهمش ومنا، وكان يقول لنا دريه الحرام واللي كسبتكم ماشي ترباح، فهمتني؟ ولا جا الورد عنده تراب بزاف، قال لك دخلوا لنا البراني، تعرف كيفاش يخمو شويه. ايه على جال هذه. بصح هو كان قادر يدير كوارط مع يماك وانتو ما يديكم كوارطكم ويدخل على ربي. ايه من بعد ما شاف بلي سعداتو هذيك العقليه تاع بلا زواج بلا كوارط، فهمتني؟ ومن بعد في 2008 قالوا لي بلي راهم رايحين يعقدوا، انا كيفاش تحل بلي عقدوا؟ عاونوني عباد على كل حال. قال كذبي، قالها نروحوا لدار الشرع قولي بلي انا متزوجين زواج عرفي ليماك. اه وقولي الامام ميت وشهود موتا، فهمتني؟ وداروا في الجوجمون، داروا ان جابوا اولاد عددهم 3. راح البروكيرور ودار لي دات دونيسونس ديالو، انه البروكيرور شاف بلي احنا كبار بزاف. فهمت؟ هاقد لو عطاو ليفري فامي فارغ. يعني كيفاش عطاو ليفري فامي؟ هما يحطونا فوق الليفري، فهمت؟ ما يعطوهولوش فارغ. اه هو عاقد لو عطاو ليفري فارغ، هو كيفتح شاف غير اسمه واسم يما، قال لك ساطون بي انا اسمي ما كان يرقد بالليفري تحت راسه، يخاف تديهولو ويما انا على كل حال ما تشكيش به، فهمتني؟ كان يضربها ومنا والاخر ما شكاتش به. وانت يا وقتاش حتى وين ريكريتي كوارطك شغل؟ تزوجوا هما، انا بدا عاونوني عباد جابوا لي عقد الزواج ديالهم. فهمتني؟ اوتوماتيك مو في عقد الزواج تلقى الكاشي تاع البروكيرو اللي عقد له، لحقوني حتى البروكيرو اللي عقد له. دخلت لعندو لدار شرط حكيت معاه منه. ثم هو بوسا يماك باش تكذب على البروكيرا تاني؟ قال قولي الزواج عرفي وقولي الامام ميت وشهود موتا. لا حول ولا قوة الا بالله. عقدوا له منا ولا اخر، جابوني انا عقد الزواج، دخلت البروكيرور هذاك عطيت له تما، جبت له كاع بيانات بلي انا هادو انا بنتهم. هو مستعرف بلي انا بنته برك ما حبش يماركينا. قال لي روحي سمعنا الجايه روحي. عاود وليت شرعوا لي، داروا لي مائده مستديره، جوج بروكيرور شغل الاسره، داروا لي دو باطوني، هبط معايا رئيس الجناح سجلني في ليطا سيفيل. دخل بيا البلديه وماركاني على اسمهم بلا رضايتهم.
على اسمهم ها؟ بلا رضايتهم قال لي تحبين حضروهم. انا كنت مازالني جورنيه كنت نقول يما من النهار. قلت له تريسكي فيها حبس؟ قال لي حتى ما تريسكيش فيها حبس. قال لي نقرديوها من ضديبو نديروا معاهم تحقيق كيف خرجوكم سبيطار كيف ما قراوكم مش كيف. قلت له خلاص قلت له شارع لي انا مياب لعبك. المشكله وين راه؟ كيفاش خرجوكم من السبيطار بلا وراق؟ كيفاش يا ودي راه مخرج ثلاثه هذيك وقتاش هما عقدوا دي مؤرخ 2008 صعبوما في 2008 هذا العقد 2008 وقتاش ديكلاريت انا في البصره. صحه ديكلاريتي وانتي ديكلاريتي حتى 2014 نأكد على واحد لهف صابرك تايمن تشغل تحرقني في قلبك شايف. خويا دعمني ب 40,000 قال له وصل البيرموند رايس عطاني 40,000 قال لي انا ما عنديش حكمه في الدار فهمتني. قال لي ما عندي ما ندير لك. قال المولك وصلها وين تحبون كنت صغيره ما نعرفش وين نروح وين. شحال كان في عمرك؟ كان في عمري 14 15 هكذاك. خلوني في ابن عمر. خلاوك وحدك وراحوا؟ حبستي ابن عمر يما كتخدم يما تخدم فام دو مياناش في ديارك شايف. هذيك ضربه كانت خدامه في جوليفي. هاي تلاقت لاني في ابن عمر ومنا قالت لي ما عنديش وين نديك ومنا ويا لازم تولي لعنده فهمت. ها خاطرش كل عام تهرب من يعني كان حاكمهم مريض لي توجع كاع لازم تولي لعنده غريت شومر من الاخر يعيط لها هو براكاسي ما يخدمش فهمتني وهي تخدم فام دو مياناج ويعمر راسه من هنا نهار يكون ممكن لازم يشوف الدم في الدار الدم باش يحبس فهمتني. المهم خلاتني في ابن عمر قالت لي انا ما عنديش وين نديك ومن هنايا راحت بعد شهور باش ما يقواش عليها لابريسيون طفوا لي تليفونات في ثلاثه خويا واختي وخو ويما 5 سنين اون كازين دو في حتى زاد عندي طفل باش تلاقيت باختي تلاقيت بها هكذا زهر وليدك دوكا ويقرا ايه ما حبوش يماركيوه لي في لي طاسيفيل دخلتو روطار شويه سنه اولى علاه باسكو كنت مجهوله النسب كي رحت نشارع هنا في باينام على زيت انا في جيروندو عرفاك شايف. نهار ديجا الزيت صعبوها لي جابوا لي جدرميه لا بوليس قالوا لي سنين بلي ندفنوك في قبر منسي اون كاتموت. اش قالوا لك؟ سنين وبصمي بلا كي راضي ندفنوك في قبر منسي ما عندناش لي دونتيفي ديالك فهمتنا. سنيت وبصمت وسلكت وزيت ومنايا هاي منا قالوا لي تخليه ولا تديه. قلت لهم نخليه نديه تديه معلوم وليدي ايه قالوا لي الدار ومن الاخر. قلت لهم معليش نبات معاه في الكرطون فهمتني. ومن بعد كنا نروح لي سونتر تاع صغاره يشدوهم بيريود يحوزوهم باش لي سونتر تاع دي ابراهيم. قالت لي حطيه في لاسيستونس نعطيك 600,000 للشهر وشالي واش ندير بها اخو. قالت لي وليدك حطيه في دراريه يديوه يعني الميليا. يعني تبقاي بعيده عليه يديوه يديوه. ومن بعد ما نجيش نلقاه انا خاطرش انا مجهوله الناسب فهمتني. مام دوكا كي نخرج له بون على كل حالها ولي كريكليتو وخرجت له الدوس ديالو بصح ما نخرجش فيه انا ما كاشني لداخل. ومع الاول كنت نجبد له سيرتيفيكا داك واش ممكن تخرج كانت تخرج له مار اكس اون فون اكس هاي اللي كان ما كاشني لداخل. هذا الدوس ديالو تاع وليدي الدوس ديالو هنا صح واش زيد لو 30 ديس 2000 هنا خرج هنا كي خرج انت يا ما كاشني ها ما كاشك هنا يعني. اه يعني راه مسجل اكس هو وعلى اسمي في الب... على اسمي فهمتني برك وشنو دائما يديروني اكس في الكوارت ديالو. دوك واش راكي دوك بعد هذه المعاناه هذه كاع اللي تجوزتيها في حياتك واش راكي حابه دوك واش تطلبي؟ شوفوا حاجه نقولها لك ديري في بالك باللي انت هي فيكتيما وما فيك حتى عيب. راني حابه نصوفي وليدي يا ويكبر وفي عمره 9 سنين فهمتني. شغل عندي بزاف لابريسيون لازم شغل نجيب حقي عندي حقي بصح وشنو ما دارت عليا كي لقاتني تماركيت في ليطا سيفيل وخاوتي قعدوا اكس. يعني انت قفزتي على خاوتك؟ ايه جريتها في 2014 هو مات في فري 2015 ما شغل ربي ستر لو كان ما تخلاني برا اكس سي بون ما ربي شافها خير. اه هاي آه منا كي مات هو ما قالوليش باللي مات راح طيحوا في بلديه باش يدفنوه. قالوا لها مدام ليفري ديالك ماشي فوالا. بقات لهم علاش؟ قالوا لها عندك طفله ماركيها على اسمك واسمه. وخبات عليا المتابعه بس سمعت في الفيسبوك باللي بابا مات 3 شهور بس مات. كيفاش مات؟ مات كونسير دي بومو بيناتنا صالحين يا الى يومنا هذا. باباك سامحيه؟ جامي 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 سامو. حتى يجي الكفن فوق وجهي. نعم حتى يجي الكفن على وجهي. مور ما سمعت باللي مات ومن تلاقيت بخويا جا لعندي حابين نسيني في هذه الحياه كاع اللي جوزها برا حابين نسيها لي في نهار. قال لي ماليش
والوالدين ومنا، قلت له ما تحشم تقول بابا مات ماشي مستعرف بك، فهمتني؟ قال لي روحي شوفيهم تفون في سيدي يحيى ومنا، قلت له ما نشوفوش على خاطرش تماركيت بلا رضيتو مات ماشي مستعرف بيا. والمأساة فهمتني؟ ما يعرفنيش، بل كان يشوفني في ألجين دور مسح ميتلاقى بيا يدير في راسه بلي انا طفل، فهمتني؟ من 2000 وطفل. علاش طفل؟ باسكو كنتي اوبليجي عليك ديغيزي. اه جيتي اوبليجي، ما قدرش ما كاش كيفاش، فهمتني؟ باسكو كيما نقولوا حنا شارع ما يرحمش. اه شارع ما يرحمش، وانا يا دوري شغل عندي عقليه ما نحبش شغل ندور في واحد البلايص هكذا شغل مكشوفين ومعروفين قد بالك ابيا، ندور في بلايص مخبيين. كنت نرقد في لي سوسول تاع البيار، فهمتني؟ كنت نرقد في الجنينه تاع توانسه تاع البيار مور ليغليز. وشغل كيفاش راه نفهمك؟ بون على كل حال ضربت بيريوده شغل طولت، وانا برا طولت بزاف. كنت نروح نافيغي لي كارتي شيك واش ندير؟ شتي يدخلوا علاش لي باتيمو يغلقوهم؟ واللي عنده مفتاح يدخل، اللي ما عندوش ما يدخلش. انا نستناهم يروحوا يصليوا العشاء ندخل نرقد في لاطيرا، الصباح الاولاني اللي يخرج مع الفجر نخرج معاه. وكاين شمخ نافيغي طونوبيل الاخرانيه تاع زوج تاع الصباح راح تقاري، نروح نرقد تحتها باش ننشف يا ما تشتاول هكذا. كاين الصباح نوض ناشفه انت، فهمتني؟ حتى وين شغل زاد محابس درت كوراج بنيت براكه. صح. واش راكي حابه نقولوا؟ ها حاوليك قول حقي وما يخلوليش موحه برك في لي زاري وليدي، هذا ماك يعطوني كاف ديسكالين قبل بها. نقدر نخلي رقم الهاتف تاعك؟ ها انا حنخلي رقم الهاتف تاعك. شوفي يا يعاونوك دوله، احنا ماذا بينا تبارك الله، يعاونوك شعب. المهم في زوج فيها خير. اه سي بون. حاجه اللي نقولها لك، حاجه اللي نقولها لك، عشتي حياة صعيبة بزاف وتقهرتي في حياتك، وبصح والله ما فيك حتى لوم. وبو على كل حال انا وليدي كان حيت ماركه في ليطاسيفي، كي جيت مجهوله الناس بابا شغل لقالو كازيون طفى الضو، قالوا لنا ما نقدروش نعقدوا لكم ما نقدروا نديروا لكم والو. ومن بعد قالوا لي عيبات ما انت كيعرفوا، من قالوا لي لو كان تبيعه في الشراع ومن يديه لك على خاطرش ما عندكش دار، فهمتني؟ معليش معليش ما فيك حتى عيب، فيك حتى عيب. العيب عبك وراه اللي جعل حياتك بائسة هكذا، داك اللي يتحاسب عليك كونك هانية. حنا من جهتنا نقولوا لك ديري الكوراج، ونتمنى ان شاء الله تعيشي وليدك معيشة خير من اللي عيشتيها انت ان شاء الله يا اخ. ماذا بينا وحنا لهذا راح نلونسيو افال، مانيش حباتو يكبر معايا فلاري ويسمع فايس باذن الله. ماذا بينا ما يكبرش معاك فلاري، حنا واش ماذا بينا كي نمدوا هذا السينيال هذا لحباب ربي راهم يشوفوا فينا دي هاربي. مطش تعرف ثاني ما تقدرش تعرف. المهم حنا ناويين خير، وان شاء الله بهذا لابيل هادي ان شاء الله يكون خير، واللي يقدر يعاونك في اي حاجه اللي تعاون بها تعاوني بها وليدك. احباب ربي كاين، حنا جازوا معنا ناس في الحصه، كاين ناس اللي تبارك الله كل واحد كيفاش طلع عليه ربح، ماشي حنا سبه، ولكن ربي سبحانه اللي خلق ما يضيع.